الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم إضاءة حول المدونة. حلقة اليوم غنخصصها للحديث عما يسمى بموانع الزواج في المدونة. غنطرحوا عليه أيضا مجموعة من التساؤلات، وغنشوفوا إلى أي حد فيه أيضا إشكالات التي يمكن أن تعيقه وخاصة وتعترضه، وإذا وقعت فكيف يمكن حلها. أول سؤال كيتطرح طبيعة الحال، ربما الناس كيعرفوا أن هناك موانع ديال الزواج، ولكن شن هي الأنواع ديال هذا الزواج؟ هل هناك موانع خاصة تمنع بعض الرجال من الزواج من بعض النساء؟ وشن هي الحكمة من هذا المنع؟ كنعرفوا بأن العلاقة أصلا بين الذكر والأنثى ممكن أن تنتهي بالزواج، يعني هذا هو الأصل في العلاقة من أجل إنشاء أسرة مستقرة، وكذلك كما قلنا الإحصان والعفاف. لكن الله سبحانه وتعالى وكذلك الشريعة الإسلامية حرمت مجموعة من العلاقات الزوجية بين مجموعة من الرجال ومجموعة من النساء. وهذه المسائل العلماء ميزوا فيها بين جوج الأنواع ديال الموانع. كاين موانع سموها بالموانع المؤبدة، بمعنى أنها دائمة لا يمكن أن تزول بوجود هؤلاء الناس وبوجود هذا المانع أبدا، بمعنى ما يمكنش أبدا أن تقوم هذه العلاقة، وكتسمى موانع مؤبدة على التأبيد، أبدا يعني دائما واستمرارا. وكاين موانع كتسمى موانع مؤقتة، بمعنى أنه كتكون مؤقتة، ولكن ملي كيزول ذاك المانع ويرتفع يمكن لهذوك الشخصين أن يرتبطا فيما بينهما. وفي نفس السياق مدونة الأسرة اتجهت إلى الحديث عن هذه المسائل المتعلقة بموانع الزواج، بما هو مؤبد وما هو محدد. على مستوى الموانع المؤبدة، شن هي الحالات اللي كتسمى فيها أن هذه الموانع مؤبدة؟ هذه الموانع مؤبدة الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه الكريم وحددها، والعلماء فصلوا فيها، واللي هي متضمنة في قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. هذه الآية مذكورة في سورة النساء، ونحن نتلوها ونقرأها، وهي كتحدد طبيعة العلاقة المؤبدة التي لا يمكن أن تقوم فيها العلاقة الزوجية. من خلال هذه الآية العلماء قسموها إلى عدة أقسام. قالوا بأن هناك مجموعة من النساء محرمات بسبب النسب والقرابة، بمعنى أن العلاقة ديال سوء النسب والقرابة هي التي جعلتهن محرمات. في مقدمة هؤلاء أصول الرجل، بمعنى الأم دياله، وكذلك ما يرتبط بالجدات وغير ذلك، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم لا يمكن أبدا أن يرتبط بهن ارتباطا دائما، إذن الله سبحانه وتعالى حرمها. ولذلك الله عز وجل في القرآن الكريم أيضا كان عاتب واحد الصحابي جليل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما ظهر من امرأته، بمعنى أنها قال لها: أنت حرام علي كظهر أمي. وهذا الصحابي اسمه أوس بن الصامت، وزوجته اسمها خولة بنت ثعلبة. وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكيه، وهي اللي مذكورة في سورة المجادلة، بمعنى تشتكيه، وقالت له: يا رسول الله، ظاهر مني بعد أن نثرت له بطني وأكل شبابي وأكل مالي إلى آخره، كما جاء في القصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بطبيعة الحال انتظر الجواب الحاسم من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل اعتبر أن هذا الأمر أمرا محرما لا يجوز الإنسان أن يقوله، بمعنى أنه يقول المرأة: أنت علي كظهر أمي، لأن هذه زوجتك لا تحرم عليك مثل ما تحرم عليك أمك، ورتب عليه الله سبحانه وتعالى واحد الكفارة. إذن مقدمة المحرمات بالتأبيد هن الأمهات. ثم أيضا كاين فروع الرجل، بمعنى الأخوات ديالو كلهم لا يمكن للزوج أن يرتبط للرجل أن يرتبط بهن أبدا. وهذه كانت شريعة من الشرائع السابقة للإسلام، خاصة في بعض الحضارات السابقة
اللي كانت مثل الحضارة المجوسية التي كانت تبيح زواج البنت بأخيها وهكذا دواليك، ولكن الإسلام حرم هذه المسألة لأن علاقة الأخوة أيضا علاقة مقدسة، كما أن علاقة الأمومة علاقة مقدسة فكذلك علاقة الأخوة علاقة مقدسة. أيضا لا يمكن للرجل أن يرتبط أبدا ودائما ببناته أو ببنات أبنائه مهما سفلنا، هادو أيضا وبنات بناته، إذن كل شيء هادو أيضا ممنوع عليه أبدا وعلى التأبيد أن يرتبط بهن، لأن هذه العلاقة أيضا علاقة مقدسة، علاقة الأبوة مع بناته، فلا ينبغي له أن يمس بها أو أن يسيء إليها. هذا على مستوى علاقة القرابة وعلاقة النسب. في مستوى أيضا العلاقات المؤبدة ما يسمى بعلاقة المصاهرة، بمعنى أنه كين أشخاص ينتقلون إلى مستوى التقديس على مستوى العلاقة ولا يمكن للرجل أن يرتبط بهن، وهنا ما يتعلق بفروع زوجته، بمعنى الأم ديالها والجدات ديالها وجميع ما يرتبط بهن مهما سفلنا مهما علونا عفوا، بمعنى باش ما طلعوا هاد الجدات كما بغي يكونوا لا يمكن للزوج أن يرتبط بها، لأن هذه أيضا علاقة مقدسة تنظر إلى هذيك النسيبة ديالك وديك الصهرة ديالك على أن تجعلها في مقام الأم، في مقام الأم، وكذلك الجدة تجعلها في مقام جدتك، فلذلك لا يجوز لهذا الرجل أن يرتبط بهذه على سبيل الزواج. ثم أيضا من هؤلاء بنات الزوجة التي دخل بها الرجل، إذا كان قد دخل بها بمعنى التي في حجره وإن كانت لها بنت، فممكنش لها أن يتزوج هذه المرأة ويتزوج بنتها، وهذا أيضا محرم في شريعة الإسلام. أما إذا لم يكن قد دخل بها وأصبحت في عصمته فيجوز له أن يرتبط بها، ولكن ما دام قد دخل بها فهي تصبح محرمة عليه على التأبيد. هل هذا مستوى أيضا كاين مستوى آخر ديال التأبيد، هو تحريم يعني العلاقة الزوجية وجعلها مؤبدة بسبب الرضاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب، يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب، بمعنى الأم التي أرضعت ذلك الرجل أو فروعها وجداتها وكل العلاقات التي ترتبط بها فهي أيضا تكون محرمة عليه ولا يمكن له أن يرتبط بها أبدا، باعتبار أنها أيضا هذه علاقة مقدسة ترتبط بفعل تربوي وفعل إنساني، فلا يمكن للإنسان أن ينزل به إلى مستوى الزوجية. وفي هذا الإطار مدونة الأسرة وكذلك الناس الفقهاء الذين شرحوا هذه المدونة بينوا بأن هناك مجموعة من الضوابط التي تحرم هذه المسألة المتعلقة بالرضاع وتجعل العلاقة ديال الرضاع بين الطرفين لا يمكن أن ترتقي إلى مستوى الزواج، منها أساسا أن هذا الرضاع مطلق، بمعنى أنه في السنة النبوية يقولوا بأنه 5 رضعات، ولكن في مدونة الأسرة تركتها مطلقة، ولكن إذا كانت رضعات مشبعات بمعنى أنها حصلت واستوفى منها ذلك الطفل نسبة الإشباع، فبالتالي يصبح أخا أو أختا، يعني كيولوا أخوين من الرضاعة ولا يمكن أن تربطهما علاقة زواج. ثم أيضا هذا الرضاع ينبغي أن يتم في الحولين الأولين، يعني في الحولين في السنتين الأوليين للعلاقة ديال الرضاع. إذن هذه أسباب المؤبدة للعلاقة التي تحرم العلاقة الزوجية بين الطرفين. شنو هي الحالات الأخرى التي تندرج فيما يسمى بالموانع المؤقتة؟ الموانع المؤقتة بمعنى أنها يمكن أن تزول وإذا زالت يمكن للطرف الآخر أن يرتبط بها. أول شيء مدونة أكدت على أنه هناك مجموعة من الحالات، الحالة الأولى عدم الجمع بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ما يمكنش الإنسان أن يجمع في عصمته بين هاد الناس هادو، بين المرأة وأختها وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. لماذا؟ لأن هذا من شأنه المساس بنفسية هذه الزوجة وإحداث الشنآن وقطع الرحم فيما بينهم، والإسلام كيحرص أساساً على إدامة الرحم وإقامة العلاقات باش أنها ما تمشيش لهذه المستويات هذه، وحنا كنعرفوا بأنك تكون الغيرة بين الضرائر الأجنبيات، فكيف الحال إذا كانت بين القريبات؟ فلا شك أن هذا سيؤدي إلى شرخ كبير على مستوى العلاقة الزوجية. أيضا من المحرمات على التأبيد أنه الإنسان لا يمكن أن يرتبط بزوجة متعلقة بحق الغير، متعلقة بحق الغير بمعنى التي توجد في عصمته باقي مزوجة معه
لا يمكن للزوج الآخر أن يتزوجها وإن كانت أجنبية عنه، ولكن يمكن يتزوجها إذا طلقت منه. إذا كانت أيضا مطلقة ولكنها لا زالت في عدة أو استبراء، بمعنى أنها باقي ما خرجتش من عدة ديالها، لا يمكن أن يرتبط بها إلا إذا انقضت عدتها. أيضا من الموانع، لا يمكن للمرأة المسلمة أن ترتبط بغير المسلم مطلقا، لا يمكن لها أن ترتبط بغير المسلم إلا إذا دخل الإسلام. غير المسلم، هنا مدونة الأسرة أكدت سواء كان كتابيا أو كان لا دينيا، بمعنى كافرا مشركا ملحدا لا يدين له، إذن هذا لا يمكن أن ترتبط به طالما أنه على الكفر ولم يدخل بعد الإسلام، ولكنه إذا دخل الإسلام وزال هذا المانع وأراد أن يتزوجها. احنا كنعرف بأن كثير من العلاقات الزوجية حينما تتم بين طرفين، طرف أجنبي وطرف طرف مغربي، يعني خاصة المرأة مغربية، في إطار ما يسمى بالزواج المختلط، من الشروط الأساسية الضرورية ضرورة الإدلاء بشهادة اعتناق الإسلام أو رسم اعتناق الإسلام لكي يتم الإنجاز دياله أمام العدلين، بمعنى أنه هذا يثبت بأن هذا الإنسان يمكن أن يرتبط بها بناء على هذا الرسم الذي يفيد بأن السيد قد دخل الإسلام. في المقابل أيضا، لا يمكن للرجل المسلم أن يرتبط بمشركة أو لا دينية التي لا دين لها، يمكن أن يرتبط بكتابية بمعنى يهودية أو نصرانية، ولكنها إذا كانت لا دينية ملحدة لا تدين بأي دين ففي هذه الحالة أيضا لا يمكن له أن يرتبط بها. أيضا من الموانع المؤقتة التي نصت عليها مدونة الأسرة وكذلك مقتضيات الشريعة الإسلامية، هو أن الإنسان إذا طلق زوجته ثلاث مرات، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، بمعنى طلقها المرة الأولى ورجعها، ثم طلقها ثانية ورجعها، ثم طلقها ثالثة، ففي هذه الطلقة الثالثة أصبحت عنده ما يسمى بالبينونة الكبرى ولا يمكنه أن يرتبط بها إلا بعد أن تتزوج زوجا غيره، ولكن هذا الزواج بغيره ليس بنية الاستحلال ولكن بنية الزواج الحقيقي الذي يمكن أن يمنحه الحق في إعادتها. السؤال الأخير اللي ممكن نطرحوه مشاهدي الكرام، شنو هو حكم بعض الأنكحة التي تتم إذا كان هناك مانع من هذه الموانع اللي ذكرنا ولم يتم اكتشافه إلا بعد واحد مدة معينة من هذاك الزواج بين الطرفين، شنو هو المصير ديال الأبناء إذا نتجوا عن هذه العلاقة، خاصة إذا كانت موانع مؤبدة، وخاصة ما يتعلق بالزواج بين الناس اللي هما مترادعين مع بعضياتهم وما كيكتشفوش هذه المسألة إلا بعد مدة طويلة. في هذه الحالة هذه العلاقة تؤخذ على حسن النية ويتم فسخ عقد الزواج، بمعنى أنه يعتبر عقدا باطلا ويتم إنهاؤه بحكم المحكمة وبحكم القضاء. أما بالنسبة للأبناء وبناء على ذلك حسن النية، فهذوك الأبناء يتم إلحاقهم بأبيهم حفاظا على الوشيجة وحفاظا على لحوق الأنساب، ولأن الشرع متشوف إلى ذلك. مشاهدي الكرام، أتمنى أن تكون هذه الإفادات وهذه الإضاءات كلها المتعلقة بموانع الزواج في مدونة الأسرة قد نالت استحسانكم وأجابت عن مجموعة من التساؤلات التي تطرح في هذا الإطار. أكتفي بهذا القدر، وإلى اللقاء في إضاءة مقبلة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.